فقرتنا انا وعزيزه في التغذيه تتجدد مع اخصائيه التغذيه مريم التوكابري. عيدك مبروك. يعيشك كل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله ما كنتي توا باش نعاودوا لاليمونتاسيون تاعنا بعد رمضان تبلبس الكل. هو افكتيفمون بالحق الناس كل تخمم توا باش تصلح الماكله نتاعها بعد العيد. اي سورتو فما ناس تمشي لريجيم المخاخه عزيز. مالوغوزمون يقول لك هذاك يعمل اي في يويو يقول لك توا ناكل يقعد نهار كامل ما ياكل حتى شاي باغ اكزومبل وياكل مره في النهار يعادي 3-4 جور ومن بعد ياكل دوبلومون. اي تو تافي خاطر البدن راهو يخاف على روحه وقت يتنقص له برشا في الكميات نتاع الماكله والا تمشي في سياسه التجويع معناتها تقول نقص الماكله باش نضعف راهو ان سيغتان مومون يولي ما عادش يضعف بالعكس يعملك البالي يقعد معناتها ستابل بلوكاج ومن بعد تلمو هو يخاف يولي لو بو اللي تعطيه له هذاك يخزنه يتشمت بالضبط وقتها انت باش تكون ديجا مورالمون تعبت ساي ما عادش نجم تكمل هكاك خاطر حرمت روحك ترجع تاكل شويه حتى تزيد وجبه ميم سي تكون صحيه تعاود ترجعك لي كيلو الكل خاطر الميتابوليزم طاح البدن ما عادش يحرق. داكوغ دونك برشا عبيد حكينا ديجا على الكيتو دايت برشا عبيد تقول لك نعمل كيتو دايت الاخر يقول لك نعمل من المخ ريجيم الواحد يقول لك عندك نهار كهو تنجم لحد ما تاخذ تاكل فيه كل شيء اليوم بالحق انت باش تعطينا جواب لينا وللساده المشاهدين. باهي نحب نبدا باغ لا مينوريتي نتاع الناس اللي توا يتفرجوا فينا واللي عملوا دي ريجيم ومشيت معاهم خاطر هما هذوك اللي يشجعوا الناس باش يعملوا دي ريجيم يقول لك انا جربت ريجيم انا ديجا راتك نسمعهم نسمعهم في قعدات ديجا عملت ريجيم شي معايا مش نرمي ديجا فما سؤال هو فما ان ريجيم ايديال ينطبق على الناس الكل؟ بيان سور كو نو اي هو راهو كيما دواء كيما اي دياغنوستيك نتاع اون باثولوجي اللي تفعل لكم راهو لازم معناتها سي اوكا باركا خاطر كل عبد وقداش عنده ميوسكل في بدنه كل عبد والعمر نتاعو وشنو النقائص نتاع التغذيه شنو ينجم يكون بدنه فيه معناتها سي اوكا باركا الماكله باش تتبدل يعني هي فرصه وقت الانسان يجي باش يعمل ريجيم باش ينقص في الميزان فرصه زاده باش يصلح بدنه اذا كان فما حاجات اللي هي ماهيش ماشيه. دونك لا مينوريتي هذوما راهي تقميره برشا ناس جربوا ريجيمات مشات معاهم ضعفوا يقول لك لينا والله مشى معايا ريجيم وضعفت هذيك خطفت معاه معناتها هو في صحه باهيه والريجيم اللي عمله مشى معاه اما دونك 80% دي كا برشا اللي يعملوا دي ريجيم وحدهم اول حاجه ساعه فما لي ريسك بور لا سونتي نحكيو على فقر الدم نحكيو على نقص الحديد نقص الفيتامين دي نحكيو على الفشله التعب معناها الشد دي شوفو دونك المشاكل هذيك الكل اللي تجي من لي ريجيم معناتها اللي يكونوا ان ابروبري دونك الناس اللي يعملوا دي ريجيم من مخاخهم فما ريسك نتاع ديكارونس اليمونتير كو سوا في الفيتامين في بالضبط هذا الريسك الاولاني الريسك الثاني هو نقص الماس مسكولير مش فايده في الكيلوات اللي تنقص فايده الكيلوات اللي تنقص منين خاطر احنا ما تو تافي معناتها جو بريفير مثلا انسان يوزن 75 كيلو اما عنده برشا مسكل بلوتو كو يوزن مثلا 65 وهو عنده برشا غريس والمسكل ضعيف فهمت كيلو من كيلو يفرق اون جينيرال معناتها افيك دي ريجيم شي دي نوتريسيونيست معناتها باش نخدموا باغ كومبوزيسيون كوربوريل باش ديما اون فيز لا غريس الحاجه الثالثه اللي هو تفعيس الميتابوليزم دونك يقول لك انا عملت ان ريجيم نقصت ومن بعد رجعت زدت كي عاودت نفس الريجيم ما عادش يمشي معايا هوني ضرينا الميتابوليزم نتاعنا معناتها يولي البدن من بعد يلقى صعوبه باش ينقص في الميزان رابع حاجه واللي هي لا بلوز امبورطونت سي وقت اللي يولي لو ريجيم ياثر على المورال نتاعنا نوليو ستريسي نوليو اريتابل مفرعسين نحسوا احنا معناتها متشنجين على خاطر هذاك النقص نتاع السكر اللي يهبط سوبيتمون خاطر فينالمون لو ريجيم شنو اللي يعملوه المعظم نتاع الناس نحي السكر نحي العجين وهو هذاك اللي غلط. اي يعني من لي باسيون نتاعك شنو ما الانواع الريجيم جاوك ديكا نتاع ناس ماخذين انواع نتاع ريجيم واثروا عليهم سلبيا يعني يا سمنوا يا ضعفوا برشا يتاثروا نفسانيا فما برشا اي فما كما اللي قالت عليه لو ريجيم كما اللي قالت عليه عزيزه اللي هو يقعد على وجبه واحده ولا وجبتين كهو فما ليبيغ بروتييني اللي ياكلوا كل شيء لي بروتيين كهو دجاج حوت جبن ابيض هذاك شنو ياكلوا دونك حتى الخضره والغله ينحيوها خاطر فيها معناتها الغله سورتو السكريات فما لو ريجيم اللي يكون كيتو مثلا اللي هو يركز اكثر على الدهنيات ودونك لهنا فيه زاده ريسك كبير على البدن نتاعنا خاطر احنا راهو لا بوبولاسيون تونيزيان معناتها جينيتيكمون اون اي بريديسبوزي باش يكون عندنا لطف علينا الناس الكل يا ربي ديما مشاكل نتاع القلب والشرايين ارتفاع الكوليسترول في البدن ارتفاع الشحم في الدم دونك ما يمشيش معنا سو تيب دو ريجيم خاطر راهو كل بوبولاسيون والكارت جينيتيك نتاعها دونك هو سي ان ريجيم اللي خرج في بلدان المواد الدهنيه هذيك اللي هي يعتمد عليها الريجيم هذا رخيصه نحكيو على السمون والافوكا في تونس ما نجموش نعملوهم دونك انا في لي باسيون نتاعي مثلا شنو نلقى نلقى اللي مثلا يركزوا ياسا على العظم يركزوا برشا على الزبده اللي في القهوه مثلا يقول لك ميسالش الكريم فريش يطيبوا ديما كلي بات بلانش قال شنو الكيتو ما يمنعش الحاجات هذوكم اما راهو لا راهو يضر بالصحه خاطر فينا الماء باش نلقاو روايحنا عندنا برشا مشاكل نتاع ديسليبيديمي اللي هو الدهنيات في الجسم نتاعنا وسورتو سورتو وقت اللي نرجعوا ناكلوا طيف خبز طيف مقرونه حتى حاجه حلوه حتى شيء ايفيكتيفمون يولي البدن يرجع يزيد في الميزان برشا اكثر حتى من اللي كان.
داكور. وتعرف فما برشا عباد يلسون عندهم كيما اون اديكسيون للسكر، معناتها حتى اي ريجيم تعطيه لهم ديما يحبوا السكر. انا سالتك سؤال خاطر جو فوا سا باغتو، انت معناتها شنو تنصحهم شنو تعمل لهم؟ باهي هو شوف، بالنسبه للمخ نتاعنا لو سيرفو معناتها لو سيستيم نيرفو الخلايا العصبيه يستحقوا حاجتين، الاكسجين والسكر. هذوما حاجتين اساسيين في المخ. دونك السكر وقت اللي تولي تعطيه بكميات كبيره نهار اثنين جمعه جمعتين تدخل في ان ريتم دو في مثلا تاكل برشا حلو، كيما مثلا اللي يعمل اون فورماسيون دو باتيسري، ولا باغ اكزومبل اللي بحذاه حاله باتيسري جديده ولا بحذا الخدمه، هذاك يخلق اون فورم داديكسيون. خاطر المخ يتفهد كي ياكل السكر، دونك يولي يطلب كل يوم اكثر سكر. احنا شنو نعملوا هنا؟ ما نجيوش نقطعوا السكر دو جور لوندما، خاطر وقتها باش يعطي لي في كونتخيغ. اي سورتو كي تبرمج روحك مثلا تقول انا توا باش نعدي جمعه باش ناكل السكر باش نضعف، علاش؟ خاطر كنت برمجت انك بعد الجمعه هذيك باش تاكل السكر. اما كي تخمم انه السكر ينجم يضر، ينجم يعطي اكثر ديزانفلاماسيون في الجسم نتاعنا، راهو ينجم يغذي الخلايا السرطانيه لطف عليكم، وتخمم انك تولي تنقص فيه في الكميات، مثلا السكر اللي في القهوه تكون 3 طوابع يولي 4.5، حاجه حلوه العشيه. بروغريسيفمون. تو تافي. اول حاجه بروغريسيفمون، وثاني حاجه تمشي في لي بون سكر تغذي بدنك. فما عاده ولات عند برشا من الناس ومنهم انا من الاول الحقيقه بتاع ربي مش في بالي اللي لي بيسكوي سون سكر رم ينجموا يعوضوا الحاجه الحلوه ونجموا نبدا من كعبه ديجا كونسوميت باكو كيم. سي فري. اسكو العاده هذه باهيه خايبه نجموا نعوضوها جوست ميسيلش بكعبه حلو او كتبدا ظاهره ولا تاكل باكو بيسكوي سون سكر؟ باهي هو شوف لو سكر اي ني با موفي ان سوا، هو بريتو حاجه طبيعيه معناها موجود في لي بلانت معناتها اللي هو موجود حتى في العجين، احنا دي غران كونسوماتور تاع عجين. تو تافي. دونك لهنا بالنسبه للي بيسكوي سون سكر راهم تعملوا بور لي بيرسون اللي هما ما يحملوش السكر، لي ديابيتيك. باهي اللي هو سون سكر لي بيسكوي شنو باش نلقاو؟ باش نلقاو لافارين، باش نلقاو بوكو دو ماتيغ غراس منهم ويل دو بالم اللي ديجا عليه بوكو ديتود سيانتيفيك. انت لهنا شنو عملت؟ دونك انت قعدت مركزه كل شيء مع السكر، اما نسيت راهو لو بيسكوي هذاك نجم يكون كالوريك من الفرينه اللي فيه ومن الغراس اللي فيه، المواد الدهنيه اللي موجوده. بخلاف راهو السكر اذا كان عوضوه سا ديبون شنو هو ليدولكوران اللي حطوه، خاطر فما برشا محليات توا ستيفيا والفركتوز حاجتين نجم نقولوا طبيعيين بلوز موا معناتها مقبولين. فما ديزيدولكوران شيميك اللي هما كيتكثر منهم صحيح. دونك تقول انت مثلا ناكل توت ان باكي دو بيسكوي مثلا في وقت قصير، راه وقتها خذيت كميه كبيره من كلي دو الكورون هذاك المحلي هذاك اللي هو شيميك، وراه عنده ديزيفي انديزيرابل على البدن نتاعنا. بيان سور. حتى انا بار اكسبيريونس ساعات كي نكمل ناكل نبدا نشرح باش ناكل ونعرف روحي كي انا غلطت على الاخر، يعني كليت باكو كامل نحس نوع من ستريس تأنيب الضمير. تقعد مخك تقولي علاش كليت ولا ديجيستيون معناتها قلقتك شويه، خاطر كعبه البسكوي هذيك فينالمون راهي فيها دي كالوري خوين وفيها بوكو دانغريديون. دايوغ كي تلقى تقرا ليست دي زانغريديون بابي هوني زاد نصيحه اللي تفرجوا فينا ديما يتعلموا يقراوا معناتها المكونات، ان شاء الله نحكيو على تيكتاج معناتها كو سوا في لي فروماج في لي بسكوي في كل شيء، ويختاروا لي بون برودوي اللي هما فيهم مكونات تكون باهيه. كيفاش نجموا نعرفوهم المكونات؟ انا انتريسي كيما سهلنا شي. دونك لهنا شوف لي برودوي دون مانيير جينيرال راهم اللي موجودين في لي ريون في السوبر مارشي راهم الكلهم نستحقوا لهم الكلهم باهيين، خاطر ايسون كونترولي، واي حاجه موجوده في السوبر مارشي راهو معناتها فيها ريغلومونتاسيون. بقى من بعد ديما بور ايفيتي لي زاديتيف اليمونتيغ مثلا نختاروا الليست نتاعو اقل، نختاروا اللي مثلا في لي بسكوي يكون الكومبوزيسيون الاولى تكون فرينه ما تكونش سكر. دايوغ مثلا في لي فروماج باش نقراو ناخذوا ماهوش بريباراسيون باغ اكزومبل، الفروماج باش يكون اللي هو الباز نتاعو حليب والا فروماج. هوني نبداو نستانسوا بشويه بشويه ناخذوا لي بون برودوي. باش نرجع على سؤالك بالنسبه لي بسكوي، دونك باش تاخذ كعبه والا كعبتين، كون شي اذا كنت بالحق في ان بروغرام دو بيغ دو بوا، والا الانسان اللي يكون عنده السكر ماهوش معدل. الانسان العادي اللي يحب ياكل حاجه حلوه بلوتو يمشي في تنقيص الكميه نتاع الحاجه الحلوه. انت تفضلوا خاصك تحكي انت تفضلوا. حاجه طبيعيه توتافي. دونك في كميه صغيره ما تحرمش روحك تتمتع بها، او سي تري امبورطون كي ناكلوا نتمتعوا، مش ناكلوا متغشين على رواحنا، وكي نتغشوا على رواحنا يصير لنا ستريس، ولو ستريس يخلينا نرجعوا ناكلوا، نرجعوا ناكلوا نعاودوا نزيدوا في البوا، زيت الميزان تعطي ستريس، دونك ندخل في ان سيركل فيسيو ما حليناش المشكل. اي صحيح، وخاطر هاني قلت لك يمشي في بالك اللي انت تاكله كيما انا راك سي نقصت سكر نلقى روحي اللي انا كليت باكو كامل نتاع دي بيسكوي. انت كيف يا عزيزه؟ الحقيقه انا كنت هكا، اما بعد فما حاجه اكتشفتها كيلكو زاني اللي اي حاجه ناكلها نعرفوا اللي هي عندها طاقه. حتى كي تاكل في النهار كسكسي باغ اكزومبل تقول والله تعرف شلت جاني نو ما عادش نمشي نخدم، هذيك معناتها راهو الماكله هذيك في الوقت هذيك في الوقت هذيك ما توالمش معاك. دونك من وقتها قمرتهم انا هما الماكلات اللي قلقوني، وليت فما اوقات ناكل فيها معناتها نعرف وقتاش ناكل الحاجه هذيك، فهمت؟ داكور. والكونتيتي تدخل بيان سور، كونتيتي الوقت هو فما سكون ابيل لا كرونو نوتريسيون معناها تتبع بدنك ولي سيكريسيون دورمون نتاعو في انا وقت تعطيه هذيك الحاجه هذيك.
دونك هوني مثلا باش نعطيو احنا توا فكره للناس اللي يتفرجوا فينا على الماكله بعد رمضان سورتو على فطور الصباح ما يلزمش يكون فيه حلو معناتك البان شوكولا خاطر بدهم متوحشين الناس الكل توا كفطور الصباح هذاك راهو هذاك نخليوه نجمو سبت ولا احد مثلا مي وسط الجمعه ربي يا مريم برشا ناس عندهم سؤال كيفي ان من قديه لقديه نجمو ناكلو كرواسون ولا بان شوكولا امان باهي هو شوف احنا نحكيو ديما 10% من السكريات نتاعنا نجمو ناخذوا حاجه حلوه دونك الناس اللي ديما نحط هنا دو كاتيجوري نتاع الناس الناس اللي عندهم ما عندهمش زياده في الميزان والسكر نتاعهم معتدل ينجموا ياخذوا كعبه بان شوكولا نقولوا نهار بنهار والا ماتين في الجمعه البقيه يمشيوا اكثر في التارتين وفرماج باش يغذيوا الجسم نتاعهم الناس اللي عندهم زياده في الميزان والا اللي عندهم السكر ماهوش معدل جو سوي ديزولي يلزم نبعدوا عليهم الحاجه هذوم في معناها في المجمل نصيحتي انه نخليوا ثلاثه وجبات نتاعنا فطور صباح فطور نص نهار عشاء نتاع الليل بيناتهم نجم نقولوا خمسه سته سوايع باش السكر يقعد معدل تقعد عندنا اون بون انرجي سور توت لا جورني ونغذيو الجسم نتاعنا خاطر مثلا ايمان كي تنحي العشاء نتاع الليل راهو تنجم تكون نحيت وجبه صحيه نحيت سلطه نحيت بروتيين نحيت كالسيوم اللي هو نجم تنجم تلقاه في اليوغوتا داكور دونك هوني منفعه هذيك الجسم نتاعنا دونك ما نعملوا حتى شيء من مخاخنا ديما راهو نرجعوا نتبعوا ريجيم يكون من عند طبيب التغذيه ما نجموش نعملوا ريجيم من مخاخنا اللي نجم يهزنا لا قدر الله يعمل لنا برشا امراض برشا دي كومبليكاسيون ميرسي بوكو مريم توكيبري ميرسي انت موجوده معنا ديما في فقره التغذيه.